من المرات النادرة إن لم تكن الوحيدة اللي في الفترة الأخيرة كان في حسن إدارة أزمة. الدولة المصرية اجتمعت وعملت غرفة عمليات سواء في مجلس الوزراء أو في وزارة الطيران المدني واستطاعت أن تدير الأزمة بنجاح، حتى استطاعت أن تنهي هذه الأزمة. تقرير. أزمة مزعجة استيقظت عليها مصر بعد سماع أخبار اختطاف طائرة مصرية وإجبارها على الهبوط في مطار رنك القبرصي، إلا أن أجهزة الدولة هذه المرة استطاعت أن تتعامل بحنكة وشفافية قلما اعتدنا عليها في مصر. وفي ردة فعل سريعة لم نشهدها من قبل على المستوى الرسمي، تشكلت غرفة عمليات للتعامل مع الأزمة برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومشاركة وزراء الطيران والخارجية والداخلية لكشف ملابسات الواقعة دون تهوين أو تهويل. كان في متابعة من الساعة 8 تقريبا مع معالي وزير الطيران المدني وغرفة عمليات مصر للطيران، وكنا بنتابع لحظة بلحظة، وكان في تنسيق طبعا مع كل الجهات وكل الأجهزة المعنية بهذا الموضوع، وكان في اتصال بالطائرة وطاقم الطائرة، والحمد لله ربنا كرمنا والموضوع انتهى على خير. وبعد اتصال مع الجانب القبرصي لم ينقطع على مدار الساعة، تحقق نجاح جزئي بتحرير الرهائن عدا طاقم الطائرة وأربعة أجانب. وبالرغم من علم غرفة إدارة الأزمة بأن الحزام الذي كان يرتديه الخاطف ليس ناسفا وأنه مجرد حزام هيكلي، إلا أنهم تعاملوا مع الأمر بجدية للحفاظ على أرواح الركاب من أي أمر مفاجئ. المختطف حسب معلوماتنا، وإحنا معلوماتنا من مصادر مؤكدة، إنه هو معهوش لا مسدس ولا أي حاجة تانية. هو بيقول أنا لابس حزام ناسف، إحنا لا نعلم لحد دلوقتي أن الحزام الناسف ده هيكلي أو الحزام الناسف ده حقيقي، إنما بنتعامل مع الموضوع حرصا على أمن وسلامة الركاب، على إن هو موضوع حقيقي وإن هو تهديد خطير. وبعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التنسيق مع دولة قبرص، تم أيضا إرسال عناصر من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة إلى قبرص للمشاركة في تحرير الركاب، إلا أن أجهزة الأمن القبرصية استطاعت اعتقال مختطف الطائرة المصرية في مطار رنك القبرصي سيف الدين مصطفى وتحرير جميع الرهائن.